بسم الله وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. تحية طيبة لكل اللي بيتابعنا من داخل مصر من خارج مصر. دلوقتي موجودين في سوق شبين الكوم بتاريخ 29/9/2022. ما تبخلوش علينا باللايك والاشتراك في قناة أصل الريف المصري 1 و2 و3. بص طالع النادي النهارده يوم مش عادي. بالصلاه على النبي، معانا النهارده الابطال. نعرفكم النهارده على الاسعار، الجاموس اللحم والبقر اللحم. بالصلاه على النبي، ازيكم معلمين؟ منين يا معلمين؟ من الشهر قريب. احلى ناس يا باشا، تبعت له؟ اه. تذكرين دمك عامل كام؟ لكن دول؟ اه بقى من تلاه كده. والله عامل 55,000. 55,000. سنهم لبنة؟ اه لبنة. وانا ليه مستعد؟ يا ابو شنبي. بالراحة بس، ما اضربهمش ما اضربهمش. ما اضربهمش. ما انا اهو في وسط اهو. تمام حضراتكم، كل حاجة على الطبيعة، اللهم صل على النبي. معنا برضو عجلين همك برضو من ارضيه السوق. خش على السد اهو. يا معلم، عاملين كام العجلين؟ 50 دول. 65,000. 65,000 ان شاء الله. الاسعار بما يرضي الله، دي الاسعار بما يرضي الله. البيع والشراء فيه ما تفصلوش لحد دلوقتي. 62,000. ها؟ 62,000. 62,000 تفصلوا ب 62,000؟ بأمانة الله. 62,000 ان شاء الله. 62,000 واخد 60,000 اهو. الاثنين التانيين دول؟ لبنة برضه؟ اللهم صل على النبي. بنحاول نقول لكم كل حاجة على الطبيعة من أرضية السوق. الصلاة على النبي. سن لبنة طبعا. سنهم لبان. لبان اهو. ايوه. منين يا غالي؟ من الشهداء والله. احلى ناس. سبع مرات. انتوا الثلاثة من بعض؟ مع بعض؟ سبع مرات. ده؟ امال ده بكام؟ يا معلم. بكام العجلة اللي معاك ده وصل على النبي؟ بكام يا معلم؟ والله ملوش تمن يعني. اتصل بكام؟ الكلام هنا 25 25 ونص. 25 25 500. تمام. اللهم صل على النبي. بارك يا معلم، بارك يا معلم. السعر الان ماشي كام النهارده؟ 70. 70. 70. اللهم صل على النبي. العجلة، صل على النبي يا جماعة. العجلة. رقم التليفون كام؟ 011 28 40 54 27. بالصلاة على النبي، اللهم صل على النبي. تجار انتوا طبعا؟ اه. اللهم صل على النبي. تبع تلا؟ اه. اللهم صل على النبي. خش على التقيل، اللهم صل على النبي. اعمل مشكلة يا اعمل له ايه؟ تعال اتفضل. تعال اتفضل. يا عايز حاجة؟ بكام يا معلم؟ بكام؟ عامل كام ده؟ لسه بيتكلموا فيه؟ ب26؟ بيتكلموا ب26,000. اللهم صل على النبي.
هم حضراتكم كل حاجة على الطبيعة. السلام عليكم. اللهم صل على النبي. عامل كام ده معانا؟ اديله 6200. كلام في بتاع 6200. ده ب 27000. طب وده؟ هون العمل شوية 30 شوية كتير برضو. اللهم صل على النبي. حالكم كل حاجة على الطبيعة. مرضية السوق شبين الكوم. اللهم صل. أقول للطرق هذا بالصلاة على النبي برضو. السلام عليكم حاج. عامل كام العجل انت ماسكه ده بالصلاة على النبي كده؟ 24000. طب واللي قدامك ده تبعك بكام؟ مش تبعك. اللهم صل على بنحاول لكن كل حاجه على الطبيعه. ايوه كل واحد يعمل في اللي تبعك النك ده. عامل كام؟ مش بتكلم مع حاج خميس بقى. مش بتكلم مع حاج خميس مع اللهم صل على النبي. فين ده حاج؟ اللهم صل على النبي. اصحى يا عم قول عاوزين 25000 اهو. بلاش بلاش يا عم. صلاه. اللهم صل على النبي. بكم ده يا معلم؟ بكام؟ 26. 26000. اللهم صل على. سعر الايمتش كم نار؟ سعر الايم. لا السعر وحش. الايم الايم 60. قول 60. وفي اقل من كده كمان حبية. يعني لو 60 ثلاث حبات كمان. اللهم صل على النبي. احنا ب 17 ونص مش لاقي له حاجه. ده ب 17 ونص. تعالى تعالى. مش عاوز كلام والله. بلاش يوم. 17000 ونص. والله لازم ببيع اهو. صل على النبي. رقم تليفونك كام يا غالي؟ 010 9 6 4 6 4 6 2 6 2 8 9 9 8 9 9. ياسر غلاب يا عم. 80 يا غالي. ماشي بينكم من فوق. السلام عمرك يا استاذ. ربنا يبارك فيك. الله يكرمك. بنحاول لكم كل حاجه على الطبيعه من ارضيه السوق. اللهم صل على النبي. بنحاول لكم كل حاجه على الطبيعه من ارضيه السوق. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الى اللقاء قادم.